السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم حضرت لكم وصفة كلش حلوة ورهيبة ومنظرها رائع ويجنن. هي محلبي بالجلي، هذه اللي تشوفوها أمامكم. وصفة كلش سهلة وبدقائق معدودة تقدرون تحضروها. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه الوصفة الرهيبة. المواد اللي احتاجها لتحضير محلبي الفراولة، عندي هنا هذا نصف كوب من الطحين، احتاج ملعقتين كبار من النشا، احتاج نصف كوب من السكر، احتاج كيس واحد من جلي الفراولة، واحتاج لتر واحد من الحليب. اول شيء اخلط هذه المواد الجافة، السكر، الطحين، النشا، اخلطهم كلهم سوية واخليهم على النار. اخلط المواد الجافة سوية قبل ما اضيف الحليب. عندي هنا هذا الجلي راح اتركه اخر شيء، اضيف الحليب. لتر كامل يعني عادل 5 كواب من الحليب. بس اريد اخلطها حتى لا تبقى حبيبات الطحين والنشا، اريدها كلها تذوب بالحليب قبل ما اخليه على النار. افضل اضيف باقي الحليب كله. وخليها على النار. مثل ما تشوفون خليت المواد الجافة والسائلة على النار. أظل أحرك به هذا الخليط إلى أن ما يتماسك. بعد شوفوا بدأ يتماسك الخليط، اريد يتماسك بعد اكثر واضيف له الجلي. شوفوا شلون صار، بدا يتماسك. يعني من يصير بهذا الشكل شوفوا شلون، راح اضيف له الجلي اللي عندي. الى ان ما يذوب كل هذا الجلي بي لونه كلش حلو صار، والريحة ماكو هيجي. تمنيتكم هنا تشتمون الريحة الطيبة. هكذا انتهيت منه. راح اطفي النار وارفعه من النار وافرغه بالكاسات واخليه يبرد. بعد ما انتهيت شوفوا شلون صار، انتهيت منه راح افرغه. انتهيت من تفريغها كلها بهذه الكاسات، فخليتها بكاسات وكواب مختلفة كل واحد حسب ما يريدها. راح اتركها الى ان ما تبرد وارجع لكم. هكذا بعد ما تركتها تبرد شوفوا شلون قلبتها، هذه اللي كانت بالكاسات قلبتهم بهذا الشكل، وهذه اللي بالكواب خليتها وزينتها بهذا الشكل. شوفوا كل يعني كل شيء سويته شكل زينته بطريقة، والمكسرات والزينة هي حسب الرغبة وحسب الذوق حسب ما تريدون انتو. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، اتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. والف عافية مقدما، واترككم بامان الله الى ان ما نلتقي في فيديو اخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.